قبل أكثر من سنة وقعنا بغرام شب شعره أحمر منكوش، وقضينا على أي بنت كانت تقرب عليه. واليوم نزل تحديث جديد لبنت الكيك، أكثر بنت كيوت بكل السلسلة. فخلينا نشوف مع بعض هل حنقضي على بنت الكيك أو حنصير صحباتها. فإذا عجبكم الفيديو وحابين نرجع لسلسلة ياندري ما تنسوا تكبسوا لايك وخلينا نبلش. يلا باي جايز، رجعنا اليوم لياندري ولبنت الكيك، والذكي فيكم بيعرف انا شو اللي عملته عشان اكون زي الفيديو الماضي. ابدا ما اعطيت هند حبيبي. هاي اللقطه اللي بتعرف فيها بنت الكيك. انا ما بغار بالمره مستحيل اغار. ايه يا الله انتبهت انك زعلان، حابب تحكي معي؟ ها اعمل حالك انك مش فاهم. مصيبه انك كيوت، عم بتحاول تكون البنت الكيوت. بتقولي لما اشوف شخص حزين ما بقدر الا اني افرحه، قلبي لا يتحمل. او ماي جاد، انا مجنونه شوي صغيره، يعني شوي صغيره. موبايلي عم بري، هذول اشياء جديده. عم بتقولي برافو عليك انك قضيت على أسانة. كيف عرفتي انا قضيت على أسانة؟ ما قضيت على أسانة، مستحيل اقضي على أسانة. حينسجن؟ تقولي لا ما عم بهددك، بس عم بقول لك برافو. او لقيت حدا مجنون زيي. بيستيز. بعثت لي صوره بنت الكيك مع شاب شعره أسود، أنا مش حبيبي. ألو جايز، حاسة في كتير أحداث جديدة أو إني أنا ناسية. هذا مدير المدرسة اللي بيكرهني، عم بيحكي إن هو خايف على الطلاب. من مين؟ مني؟ أي ثينك إنه المدير عارف إنه أنا، بس في حدا عم بيهدده. معقول أمي وأبوي بيعرفوا إنه أنا مشريرة؟ Thank you very much for your time, Mr. Psycho. قلتلكم هذا أبوي! عمي واصلين، نحن ما عندنا مزح. الحب، القلب، الشعرات المنكوشة، أبو شعر أحمر. أوكي، سمعت إنه بهذا الأبديت بقدر ألف بالبيت. هذا بيتنا؟ واو، نحن جد ناس واصلة بعد ليرات. ماني 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 ماني. بدنا ننزل لتحت لأنه نحن بتعرفي نحن عايشين بطوابق وهيك، يعني نحن عايشين بقصر. ما أحلى بيتي. لقيت صورة، هي رسالة من ماما تركت لي إياها، بتحكي لي إلى ابنتي الغالية. عم تحكي لي إنه هي وبابا انتقلوا لأمريكا وحيضلوا قاعدين هناك، وأنا لازم أدير بالي على البيت. عم تحكي لي إنها تركت لي مصاري بالثلاجة. استنى شوي، في موضوع مهم، الموضوع فيه مصاري موني. تركت لي 110 دولار. I love you ماما. بيسمنت، المكان اللي بيصير فيه كل إشي. ما لازم نحكي عنه. جايز خلص، ما في وقت للمزح، صار الوقت نروح على المدرسة وتشوف حبيبنا أبو شعر أحمر. مبسوطة؟ مش مبسوطة بالمرة. هي شو بتعمل؟ أنت لحقتي. أنا مش قادر أتخطى فكرة إنه أسانة للأبد. ما تزعل، رح أعمل لك كيك، بكفي تكوني كيوت. حبيبنا أبو شعر أحمر راح للأبد. سيلفي وأبو شعر مع بنت الكيك خلفي. استنوا، انا ما عمري حكيت مع بنت الكيك، فهي حتكون لاول مره بالحياه حنحكي مع بنت الكيك. مرحبا بنت الكيك، قبل ما احكي لك اي شيء صراحه انت كيوت. انا بحب اطبخ، انت بتحبي تطبخي؟ ما هي بتحب الكيك اكيد بتحب تطبخ. استنوا شوي، قالت لي وانا كمان بحب اطبخ. بكفي تكوني كيوت. اوكي عم بحكي لها شو رايك نصير صحبات. عم تقول لي عملت طبق جديد بس خايفه انه يكون طعمه مش زاكي. بدها يعني اخذ الطبق اللي هي عملته واضيف الناس واشوف شو رايهم. وين طب الاكل بيكون؟ اسمعي اختي، شعرك بس داخل جوا الحيط. استنى شوي، انا ما فهمت هي ايش كان بدها يعني نعمل؟ بدنا ناخذ الاكل صح؟ او ماي جاد، اول مره بالحياه بقدر احمل الاكل. طب بقدر اكل؟ برضه لا. الواضح انه نحن هي عامله اخطبوط، فحابه تاكلي اخطبوط؟ معك حق، لو مكانك برضه ما باكل. اسمعي حابه تاكلي، بتقولي زاكي بس مالح، ما هو يعني اخطبوط يعني بالاخر. ححكي لها انه الناس كلهم حكوا عن اكلك بيخزي. قالت لي اوه مو مشكلة، شكرا كثير لك، عم تكون كثير لطيفة، عم تكون كثير لطيفة. اوكي صرنا شوي بستيز، يعني لسه مش بستيز كثير بس انه شوي يعني. طب انه ايش استفدت هلا؟ قولكم احسن طريقة نعرف كيف نقضي عليها، نسأل اختنا ام شعر احمر. بعدين اعرف اسوأ اسرارها. استنوا شوي، بدي اعرف اسوأ اسرارها. كاتبين لي انه اماني، هي اسمها اماي بس انا بناديها اماني، طول عمري بناديها اماني وحضل اناديها اماني. فكاتبين لي انه اماني بنت الكيك شاكة انه المخبز اللي فتح جديد عم بخرب مطعم اهلها. ممكن نستغل هذا الموضوع عشان نحكي مع اماني ونصير بيستيز، واحكي لها اماني ابعدي عن ابو شعر احمر ونكون لطيفين لانه هي لطيفه فما في داعي. بس ويتي شوي، هن معدلين المكان هون. سيلفي وابو شعر احمر والشجره خلفي. جايز ما بدنا ننسى الهدف الرئيسي، بدنا نخلي بنت الكيك تحكي معنا ونصير بيستيز. اني بدي اترك لها رساله واحكي لها اني انا عرفت عن سرك. تركنا لها الرساله، هلا كيف حنخليها تقرا الرساله؟ هي بقدر ادخل معها اصير اطبخ كيك؟ صرنا انضميت لتيم الطبخ. لا لا ما بستحمل قديش اني طالعه كيوت. ابو شعر احمر حاسس انه في اشي متغير فيني.
ما عبرنا بس عادي عادي مش مشكلة. يا حرام هاي صاحبية أسانة اللي حزينة. ليه حزينة؟ نحن بس إنه جايز حدا انتبه على اللي أنا شفته؟ هذا الشاب اللي جنب بنت الكيك عم بضل يعطي بنت الكيك نظرات حب وعم بصير يطلع قلوب من مخه. شو اللي عم بصير؟ أبو شعر أحمر عم بيشتري من بنت الكيك كيك. عم بقولها هذا أذكى كيك بدوقه بحياتي. بنت الكيك ابتسمي للكاميرا لأنه هي حتكون آخر لحظاتك. انت بحسب حسكت لك. استنى شوي لحظة شوي. اعطيتها مصاري جايز. بس اعطيتها مصاري رضيت تروح على خزانتها. يا حيوانة. اوه شافت الرسالة بتحكي يا الهي ما هذا؟ انها رسالة. ليه حاطين صورة بنت الكيك هون؟ طلعت بنت مشهورة كمان. طلعوا انا مو حاطين صورتي. نهاية الجيم بس ينزل كل التحديثات حتشوفوا حكون انا اكتر بنت مشهورة بالمدرسة. اتذكروا هاي الجملة. مفروض هي على 45 تجيني عند النافورة. اجت اجت اجت. لا لا ما بدي اغرها بدي احكي معها بدي احكي. I want to talk. هي بس نايمة مو طالع لي اوبشن اني احكي معها. طالع لي بس اني بقدر اغرقها. ليه اخترت احكي معها عند النافورة؟ المحاولة رقم 2 عشان نخلي بنت الكيك ترضى تحكي معنا. مش فاهمة ليش ما بدها تحكي معي. طب والله اني لطيفة. تعالوا نجرب نحط الرسالة قبل ما تيجي. اوكي هلا بنستنى. لساتها عم تحكي مع ابو شعر احمر. يا بنت الحلال الكل دخل على المدرسة خلص بعدين بتحكوا. المفروض هلا تلاقي الرسالة. المفروض. هاي ابو شعر احمر لوين جاي؟ او 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 سوري سوري طلعت واقفة عند خزانته. ايش عم تعمل؟ ما لقت الرسالة؟ لقتها لقت الرسالة. اوكي حكت انه رح تقابلنا. وين نحن بنقابل الناس بالعادة بالسطح؟ اوكي حنحكي معها واخيرا تحكي لي انت اللي تركت الرسالة؟ ولا نعم انا اللي تركت الرسالة. ايش اللي بدك تحكي معاي فيه؟ ولا انا عارفة انه انت شاكة بالمحل اللي فتح عندكم جديد. اليوم فجأة فتحنا لقينا في عنا فيران بالمحل والموضوع صار كثير يصير اخر فترة. فبس انا بدي دليل انه المطعم هو اللي عم بيعمل هذا الكلام. اوه فهمت عليها. هل بتعرفي موقعهم؟ تقولي ليش عم تسألي؟ لأنه بدي أساعدك. بنت كيوت يا أخي طلع بدي أساعد الناس وهيك. والله لطيفة. جايز بس بدي أفهمكم شو اللي صار. بنت الكيك عندهم مطعم بس في مطعم جديد فتح وهذا المطعم الجديد من لمبة فتح صار يطلع فيران بمطعم بنت الكيك. فنحن بدنا نروح على المطعم الجديد نكتشف هل في دليل يثبت إنه هن السبب بالفيران اللي بمطعم بنت الكيك ولا لا. اللي فاهم يرفع إيده بالكومنتات. جايز مستعدين؟ حنروح على المطعم الجديد نحاول نكتشف الأسرار الموجودة. أو ماي جاد حماس. أو ماي جاد إيش جديد إيش جديد. أنا متحمسة. إيش عم بيصير؟ هذا المكان أول مرة بوصله أنا كتير متحمسة. أو مبين علي داخلة أنا جاسوسة. لازم نحاول ندخل على المطعم. وين المطعم هو هاد؟ لا هذا محل كتب. مبين محل كتب. هذا موسيقى. هذا هو دارك أبصر مين. الشرطي معاه مفتاح بقدر أفتح فيه الباب الرئيسي. أسرق المفتاح. أو ماي جاد يا رب ما أنمسك. كيو لا 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 إف إي سرقته سرقته سرعته سرعته سرعته. اوكي بدنا ندخل بس ما بدنا حدا يشوفنا فعمو ممكن تبعد شوي. او فتحت الباب. او ماي جاد جايز انه دخلنا انه دخلت على المطعم. في ناس جوا المطعم. في ثلاث ما لازم تشوفني متوتر. جو 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 بليز جو. لا ما بقدر اركض بس انا كثير بطيئه. اوكي انزل لتحت. ثينك انه ما شافتني. بيقولوا انهم هن بدهم يكونوا رقم واحد احسن مطعم بالمكان بس مش لدرجه انه نقعد ننزل فيران بمطاعم جيراننا يعني. اوكي اي ثينك حطلع للطابق اللي فوق. في وحده هون لابسه فستان. ما احلى فستان. ها او ماي جاد من امتى الالعاب كل هالقد موتره تبع ياندري. حكت انه هي الاشي السري اللي بيستخدموه هو الفيران. عم تتخوت. وصلنا على الطابق الثالث جايز. هي البلكون. في اشي هون. لهلا انا ما لقيت ولا سر بس واو باحلى المكان. ويت هاي الخطه. بيعطوا مصاري للبنت اللي عندها فيران. البنت اللي عندها فيران بتودي الفيران بتحطهم بمطعم بنت الكيك بعدين مطعم بنت الكيك بسكر. الحيوانات. وانا بكره بنت الكيك بس يعني برضه يعني مش لهالدرجه. لقيت الدليل. اخذت الدليل. اوكي لازم اطلع من المكان هلا بدون ما حد يشوفني. او ماي جاد التوتر. اهرب 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 اهرب. جايز هربت. اوه بعتت مسج لبنت الكيك عم بقولها انا هلا طلعت من المحل ولقيت الدليل. بتقولي عن جد؟ بقولها تعالي لعندي على البيت وهلا بنحكي بالموضوع اكثر. بنت الكيك اجت عنا زياره على البيت. اهلا وسهلا بنت الكيك معك البيت البكويون تفضلي. طلع لي اللي بقدر احط دواء بالشاي واقضي على بنت الكيك. حكون منيحه وما حقضي على بنت الكيك. يعني ممكن نقنعها تبعد عن ابو شعر احمر بدون ما نقضي عليها. يعني انا انقذت المطعم. عم تقولي عن شو كنت بدك يانا نحكي؟ فعم بحكي لها انه في شاب هيك شعره احمر منكوش يعني لو تبعدي عنه بيكون ممتاز. بتقولي حتى لو اني بهتم بهذا الولد كثير. بتقولي مستحيل اكسر قلبك.
اي لاف يو بنت الكيك. بدي اتاكد انه هي صادقه او لا. تعالوا نروح على المدرسه. بنت الكيك مش هون. او ماي جاد انها كيوت. بدنا نطلع صرنا بيستيز انه خلص نحن بيست فريند. سمباي اللي مكسور قلبه. عم بحكي عنك. بحكي عنك. مين هي؟ ليه دائما في حواليه بنات؟ يا حرام. سمباي قاعد قلبه مكسور لانه بنت الكيك تركته. بس انا هون. يا حرام حزين. انا ناسي انه في بنت الدراما لسه. يا الله في 10 بنات. مخي جايز اعتقد انه لهون بكفي. تحديث بنت الدراما بنخليه ليوم تاني. فاذا عجبكم الفيديو وحابين نكمل ما تنسوا تكبسوا لايك واحكوا لي رايكم بالتحديث الجديد وبشوفكم الفيديو الجاي. يلا باي.